عندك هاجر يوم يوم؟ كنت جالسة في أمان الله. طيب كيف بس باخذتكم بالهذا صح؟ أيوة الله يسلمك. لا بكي ولا عليكي. أيوة. وفجأة كده أيوة. ويجي أحد ويتعدى عليكي ويتلفظ عليكي. حصلت حصلت غزل هتبكيني على الهواء. لا 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 تبكي، ليش تبكي؟ بالعكس شوفي، يعني فعلا انت مثلا بتمري احيانا بمواقف انت جالسه في امان الله ويجي احد يتعدى عليكي، يتعدى على خصوصيتك، يتعدى عليكي لفظيا، وانت ما تكوني عملتي حاجه، فتتفاجئي كده رده فعلك انه ليه؟ صح، ايش عملت؟ صح، ايش ممكن تكون رده فعلك؟ ابكي. صح؟ لا قولي لي يا ريم، ايش المفروض انت لو مثلا ما اخذت رده الفعل هذه والان بعد تفكير كيف حيكون رده فعلك؟ كيف حيكون تصرفك؟ لا هو صراحه يعني بالذات زي ما قالت غزل، انت ما غلطتي على احد وفجاه جاكي هجوم وتهجم وسب وتلفظ وكذا، وانت مستغربه هذا لي انا الكلام. فأنا صراحة يعني ردة فعلي إني مصدومة، ما أعرف ردة فعلي، يعني يمكن بكيت أبكي لأني ما كنت اتخيل انه يحصل لي هذا الموقف، انه ليش يحصل لي الموقف ده. اذا طبعا لما تعاملي احد سيء ممكن تتوقع 1% انه ربنا يرد لك اياه او تترد لك بشكل او باخر، لكن الناس تؤمن بحقوق الانسان وتؤمن انه لا تراعيهم وتؤمن انه كلنا زي بعض وكلنا زملاء واخوه وكلنا محتاجين وكلنا نوقف مع بعض، وتفجأة تلاقي كذا هذا شيء غير مقبول. طيب انت رؤى ايش ممكن تكون رده فعلك لو انك انت زي ما بقول لك جالسه كده في امان الله ويجي احد يتلفظ عليك ومن غير وجه حق؟ انا ارد، ما عندي مشكله، انا ارد جدا تف في التعامل، خصوصا لما تف احد يعني شديده في التعامل، وخصوصا لما يكون من غير وجه حق. انا ما عندي مشكله، يعني سواء رجل امراه مين ما يكون، الرد بالرد. شوفي هو على حسب الموقف، بس في احيانا يعني فعلا احيانا تحسي انه لسانك تلجم، ما تبغي تردي، احيانا ما تبغي تنزلي للمستوى اللي احد اتلفظ عليك فيه، انك تتلفظي عليه وتردي بنفس الطريقه، فانت تترفعي انك انت تردي، وبعض الاحيان لا تضطر انك انت تردي. بس انا عن نفسي دائما تلاقيني اقول ما يسوى علي انه انا انزل للمستوى ده وادخل في حوارات تعتبر الى حد ما عقيمه. لا صح، هو الافضل ان الواحد فعلا ما ياخذ رده فعل في وقت انفعاله، يحاول انه يهدى. فايش دائما تقولي؟ عفوا عفوا عفوا. ويرجع ياكد لك الكلمه اللي انقالت. يلا حصل خير، لا تشيلي هم. طيب اوكي حنرجع ناخذ لك حقك اكيد. طب خلينا كمان نروح.